بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ومرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحصة. كما تلاحظون هنا سنقوم بالتطرق إلى برمجية، دائما على برمجية الجوجبرا. هذه البرمجية تتعلق بالمستقيمات الهامة في مثلث، لي دووات غوماركابل دون تريو. دونك نحن مقبلون بطبيعة الحال على تدريس هذه الفقرات المتعلقة بالمستقيمات الهامة. وكما تلاحظون هنا قمت بتقسيم هذا الدرس إلى 4 محاور كما جرت في العادة. أولا سنتحدث حول الارتفاعات لغوطوغ، ثم لميدياتريس الواسطات، وبعدها لبيسكتريس المنصفات، وأخيرا هنا سنتحدث حول لميديان يعني المتوسطات. دونك لغوطوغ الارتفاعات، لميدياتريس الواسطات، لبيسكتريس المنصفات، لميديان المتوسطات. دونك هذه البرمجية ستمكن الأساتذة من تقديم هذه الخصائص المتعلقة بكل بطبيعة الحال لكل مستقيم بطريقة جذابة وجد واضحة كما سترى. دونك هنا سنضغط على الارتفاعات لغوطوغ. دونك اولا سنقوم بتشكيل مثلث، سنرسم مثلث القابسي كما تلاحظون. دونك هذا المثلث يمكننا التحكم في الرؤوس ديالو، الرؤوس الخاصة به. دونك يمكننا القيام بانشاء الارتفاعات الخاصة بهذا المثلث، وسنحصل على هذه الخاصية التي قمت بكتابتها جانبا، لي غوطوغ دان تريو سون كونكورونت. هذا كيعني بان الارتفاعات ديال المثلث ABC متلاقيه، ونقطه التلاقي تسمى مركز تعامد هذا المثلث، بالفرنسيه لوغتو سونتر دو تريونكل. يمكنني الضغط على هذه النقطه كما ترون لاقوم باعاده الحركه. دونك ساقوم بانشاء الارتفاع الاول، الارتفاع الثاني، ثم الارتفاع الثالث. هذه الارتفاعات هي ارتفاعات متلاقيه تتلاقى في نقطه واحده، وهذه النقطه تسمى مركز التعامد. يمكننا تحريك رؤوس المثلث لكي نحصل على التقاطع خارج المثلث كما تلاحظون هنا عندما تكون الزاوية منفرجة. ويمكنني الضغط مرة أخرى. أولا سنقوم بتمديد AB ثم تمديد AC لكي نحصل على الارتفاعات بشكل واضح. هذه الارتفاعات هي ارتفاعات متلاقية، وهذه النقطة تسمى مركز التعامد. يمكننا تغيير طبيعة الحال المكان ديال النقطة A حتى اجعل الزاوية C في هذه الحالة الزاوية منفرجة. دائما ستكون الارتفاعات متلاقية، ونقطة التلاقي قلنا بأنها تسمى مركز التعامد. كذلك يمكننا تحريك النقطة B وجعل الزاوية B منفرجة كما تلاحظون هنا. سأقوم بالضغط مرة أخرى على المركز التعامد لأقوم بإنشائه من جديد. دونك هنا سنقوم بإنشاء الارتفاعات دائما، وهذه الارتفاعات كما تلاحظون هي ارتفاعات متلاقية، ونقطة التلاقي تسمى مركز التعامد. سنمر للفقرة الموالية المتعلقة بالواسطات لميدياتريس. أولا دائما سنقوم بإنشاء المثلث من جديد. هنا سنقوم بإنشاء الواسط الأول. هنا يمكن التحكم بحركة خاصة بالإنشاء. الواسط الثاني ثم هذه الحركة تبين بأن الأمر يتعلق هنا بالمنتصف، ثم الواسط الثالث والأخير. دونك هذه الحركة كذلك التي ممثلة هنا بقطعتين باللون الأخضر تبين أن الأمر يتعلق بالمنتصف. دونك كما تلاحظون بأن هذه الواسطات هي بطبيعة الحال عبارة عن مستقيمات متلاقية، دونك تتلاقى في هذه النقطة، وهذه النقطة تمثل لنا مركز هذه الدائرة. دونك لاحظوا عندما أضغط على الدائرة فإنني أقوم بإعادة رسمها من جديد. عندما أضغط على الدائرة فإنني أقوم برسمها مرة أخرى. دونك واسطة مثلث تتلقى في نقطة واحدة كما ترون، وهذه النقطة تمثل مركز الدائرة المحيطة بالمثلث. يمكنني الضغط كذلك مرة أخرى في المركز الخاص بهذه الدائرة لأقوم بإنشائها من جديد أمام التلاميذ. دونك لي ميدياتريس دان تريون سون كونكورونت اي لو بوان دو كونكور اي تابولي لو سونتر، مركز لو سونتر دو سيركل سيركونسكري او تريون، مركز الدائرة المحيطة بالمثلث. سنمر مباشرة. دونك هذا المركز بطبيعة الحال يمكن أن يكون خارج المثلث، مثلا هنا لاحظوا المثلث ABC والمركز يوجد خارجه. دونك يمكننا تشكيل هذا الرسم من جديد. سأضغط هنا مرتين. دونك أولا سنقوم برسم المثلث ABC، بعدها سنقوم بواسط استعمال الواسط الأول، ثم رسم الواسط الثاني، وبعدها الواسط الثالث، ثم الحصول على الدائرة. لي بيسكتريس المنصفات، دونك منصفات زوايا المثلث بطبيعة الحال. دونك هنا سنقوم بإنشاء المنصف الأول، لاحظوا معي هذه الحركة، ثم المنصف الثاني، دونك
هذه الحركة تبين بأن هنا الأمر يتعلق بمنصف لأنه يقسم الزاوية إلى زاويتين هما نفس القياس. كذلك الأمر هنا لدينا زاويتان لهما نفس القياس، دونك هذا يعني أن هو يتعلق بالمنصف. بعدها سنقوم بإسقاط نقطة التلاقي منصفات زوايا المثلث ABC تتلاقى في نقطة واحدة. بعدها سنقوم بالإسقاط العمودي لهذه النقطة على أضلاع المثلث ABC، فنحصل على بطبيعة الحال هذه النقط هنا، وهذه النقط ستمر منها هذه الدائرة التي مركزها هو نقطة تلاقي المنصفات. البروبريتي اتونكور، دونك ماذا تقول هذه الخاصية؟ تقول بأن المنصفات منصفات زوايا المثلث ABC تتلاقى في نقطة واحدة، وهذه النقطة ماذا تمثل؟ تمثل مركز الدائرة المحاطة، دونك لو سيركل انسكري او تريونكل. يمكننا الضغط هنا لتشكيل الدائرة مرة أخرى، لرسم الدائرة مرة جديدة، أو الضغط على المساقط العمودية، دونك هنا مثلا يمكننا الضغط على المسقط العمودي أو المسقط العمودي الثاني أو المسقط العمودي الثالث لأرسم الدائرة من جديد. لإعادة هذه الحركة من البداية يمكننا الضغط هنا مرتين حول أو على هذا الزر بيسكتريس. يمكننا التحكم في حركة الرسم كما قلت، منصف الثاني ثم المنصف الثالث، إنشاء المساقط العمودية، وبعدها رسم الدائرة. Donc les bisectrices d'un triangle sont concurrentes et le point de concours est appelé ou bien il représente le centre du cercle inscrit au triangle. آخر خاصية سنتطرق إليها هنا في هذا في هذه مع هذه البرمجية هي المتعلقة بالمتوسطات لي ميديان. أولا سنقوم برسم المثلث ABC، بعدها سنحصل على المنتصفات، سنقوم برسم منتصف كل ضلع. وكما تعلمون لأن المتوسط هو المستقيم المار من الرأس وكذلك من المنتصف أو منتصف الضلع المقابل لهذه الرأس. سأعيد هذه الحركة من جديد لميديان. أولا نقوم بإنشاء المثلث، بعدها سنقوم بإنشاء المنتصفات، لاحظوا هنا المنتصف A فتحة ثم المنتصف B فتحة يعني منتصف AC، وأخيرا C فتحة غادي يكون منتصف AB. دونك عندما نربط بين كل رأس بمنتصف الضلع المقابل لها نحصل على مستقيمات، وهذه المستقيمات تتلاقى في نقطة واحدة. دونك هذه النقطة ماذا تسمى؟ تسمى مركز ثقل المثلث ABC، دونك بالفرنسية نقول لو سونتر دو غرافيتي. وهذه الحركة التي ترونها هنا هي حركة تبين لنا بأن المركز الثقل يبعد بثلثي المسافة بطبيعة الحال انطلاقا من الرأس. دونك مثلا هنا سي جي تساوي جي لثلاثة سي سي فتحة، المسافة بين السي والجي، المسافة بين الرأس سي والجي الذي هو مركز الثقل تساوي ثلثي. دونك لاحظوا معي هنا سأضغط على هذه النقطة، المسافة بين C و G تساوي ثلثي المسافة C C فتحة، كذلك المسافة B G المسافة بين B و G تساوي ثلثي المسافة B B فتحة، وأخيرا ستكون المسافة A G تساوي ثلثي المسافة A فتحة. هنكون لدينا خاصيتان، الخاصية الأولى تقول بأن المتوسطات تتلاقى في نقطة واحدة وهذه النقطة تسمى مركز ثقل المثلث، والخاصية الثانية تقول بأن لو بوين اي سيتوي دونك سو بوين ستادير لو سونتر دو غرافيتي مركز ثقل يوجد بطبيعة الحال على المتوسط ويبعد بثلثي المسافة انطلاقا من الرأس. دونك اج جي تساوي جي لثلاثة ا فتحة، سي جي تساوي جي لثلاثة سي سي فتحة، و بي جي تساوي جي لثلاثة بي بي فتحة. سنقوم بإعادة هذه الحركة من جديد. دائما سنرسم المثلث أولا ثم المنتصفات، ونربط كل رأس من المثلث بالمنتصف الخاص بالضلع المقابل لهذه الرأس.
دونك نشكركم على حسن المتابعة، وإلى برمجية مقبلة بحول الله.